بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فهذا اليوم يوم من أيام الله تبارك وتعالى، حيث يعني حدث فيه حدث محوري وتاريخي، وهو هلاك هذا الجبار الظالم القاتل السفاح المدعو معمر القذافي. ولا شك هذه عبرة لمن يعتبر، يقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهو عبرة لكل ظالم، وهذه هي نهاية الظالمين التي حذرهم الله سبحانه وتعالى منها، ومع ذلك ما زالوا يسعون إلى حتفهم بظلفهم. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جنازة، قال: مستريح ومستراح منه. فبين ذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن المستريح هو المؤمن، يستريح بالموت من عناء الدنيا ونصبها، أما المستراح منه فهو الكافر والفاجر، يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وفي الحقيقة هذه الفرحة العظيمة جدا التي يبديها إخواننا في ليبيا، والتي يبديها المسلمون حينما يتخلصون من أي طاغية جبار متفرع، فيها يعني ملمح أو فيها معنى مهم جدا. يعني الإنسان الذي يفرح الناس لهلاكه هذا القدر العظيم من الفرح، ألم يكن في وسعه يوم يأتيه أجله أن يترحم عليه الخلق وأن يدعو له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله الجنة وكذا وكذا؟ إذن أليس في ذلك أعظم العبرة لكل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمنصب ولاية أمور الناس، ثم هو يضيع هذه الأمانة، ثم هو ينسى أنه عبد مربوب لله تبارك وتعالى، ويتصرف على أنه رب الأرباب، وكأنه يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فيعني نحن نبارك لإخواننا في ليبيا، ونبارك لأنفسنا، بل بالعكس نبارك للجنس البشري، حيث إن هذا اليوم وهذه الليلة لأول مرة الكرة الأرضية بدون هذا المجرم السفاح القاتل الذي أمعن في قتل الليبيين وأمعن في حرب الإسلام، وتاريخه حافل بالزندقة والإلحاد، ويعني محاربة أولياء الله تبارك وتعالى وقتل الآلاف من الشعب الليبي وتشريدهم في أفاق الأرض. فيعني الله سبحانه وتعالى يعني ينتصف لهؤلاء المظلومين من هذا الظالم ومن أمثاله من الظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا عاجلا غير آجل بهلاك عدو الله ورسوله بشار الأسد ومن يشايعونه من الطائفيين النصيريين الذين ليسوا من الإسلام في شيء. الحكم في سوريا حكم طائفي كافر، وهم أنفسهم يعرفون أنهم ويتعملون على أنهم لا علاقة لهم بالإسلام. حكى أحد الدعاة السوريين في بداية الثورة السورية عن حدث عاصره وكان سنه إذ ذاك 12 سنة، كان يعني يافعا مراهقا صغيرا، سمع في المذياع حينما استولى حافظ الأسد على الحكم في سوريا، يقول: هذا الخبر طبع في ذهني ولم وحفر في ذاكرتي إلى اليوم. أذاع التلفزيون السوري بعد أيام من الانقلاب أو من تمكن حافظ الأسد من حكم سوريا، أذاع خبرا عجيبا جدا.
قد أذاع أن الرئيس حافظ الأسد أعلن اعتناقه للإسلام رسمي في التلفزيون. الرئيس حافظ الأسد يعلن اعتناقه للإسلام، ودي طبعا شيء يعني قد لا يخطر ببال كثير من الناس أنهم لا يعرفون عدوهم. فالحكم الطائفي في سوريا لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق، ليس في قلبهم أي رحمة على المسلمين. فهؤلاء يعبدون عليا رضي الله عنه ويؤلهونه، ولا حظ لهم في الإسلام على الإطلاق. هو لماذا ادعى أنه أعلن دخوله في اعتناق الإسلام؟ لأن الدستور السوري ينص أن لابد أن يكون رئيس الدولة مسلما، فهو لم يجد حيلة سوى أن يعلن اعتناقه الإسلام حتى يبطل الطعن في أهليته لهذا الأمر. هذه كانت بداية حياته السياسية. أما خاتمة السوء في حياة حافظ الأسد وهي الخيانة بعينها، حينما يعني بلغ الطغيان إلى أنه في اللحظات الأخيرة في أيامه الأخيرة في هذه الدنيا يعني جمع البرلمان وفي ساعات قليلة جدا تم تغيير الدستور ليفصل على مقاس ابنه، لأن المفروض أنه كان لا يسمح بأن يلي هو الحكمة. فسبحان الله هؤلاء الطواغيت يتصرفون كأنهم يملكون البلاد والعباد ويملكون الدنيا وما عليها. فالله عز وجل لا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذهم يأخذهم عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فيا لها من عبر نحتاج إلى أن نستحضرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي طهر الأرض من أمثال القذافي المجرم السفاح القاتل، وحرر مصر من أمثال حسني مبارك، وحرر تونس من أمثال زين العابدين عدو الله ورسوله الذي أمعن أيضا في إعلان حرب صريحة وشديدة على دين الله تبارك وتعالى وعلى كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، أن يحرر أيضا إخواننا في سوريا من هذا الحكم الكافر الذي قال شيخ الإسلام في هذه الطائفة النصيرية، قال فيهم شيخ الإسلام عبارة مشهورة جدا، قال إنهم أكفروا من اليهود والنصارى. فالنصيريون لا حظ لهم في الإسلام على الإطلاق، هذه محل اتفاق. يكفيك لتعرف ضلال النصيرية أن رافضة إيران وعلماؤهم منذ القديم وإلى العصر الحديث يكفرون النصيريين في سوريا، يعني رافضة إيران بيعتبرهم كفارا. فما ظنك بمن يكفرهم رافضة إيران؟ فهؤلاء، ولذلك حتى في التعامل مع شعبهم، الجيش السوري اللي هو أساسا جيش طائفة أقلية لكنها متمكنة من حكم البلاد، الجيش السوري نفسه لما بيتعامل أنها أعداء. ولذلك تجد القسوة والغلظة والوحشية حتى تعذيب الأطفال، يعني مش حتى بيقتلوا طفل يقتلوه برحمة، لا، يتفننون في التعذيب وفي انتهاك الحرمات، ويعني تاريخهم ملوث بالدماء كما حصل في مجزرة حماة من قبل. وحرب آل الأسد على الإسلام وعلى أهل السنة في سوريا حرب معروفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملهم برحمته وأن يطهر سوريا من هذا هؤلاء المشركين الكافرين الذين يتبرأ منهم الإسلام كما تبرأهم من دين الله عز وجل.